هل يوجد هدف أن تقدم إلى في الأكاديمية الدين في سنة مجلس الشباب في إطار لقاء وطني؟ رغم أنه هذا يعني هذا اللقاء وهذا الأكاديمية جلسة واحد تفضيل شوية كان صعيبة. هذا الموضوع اللي غيكون ديال المتقاعدين وديال سياسات العموميه الطلابيه. احنا اليوم ببساطه تنظيم اللقاء الوطني لخريجي اكاديميه السياسات العموميه الموجهه للشباب في النسخه الثانيه. هذا البرنامج كيتنظم من طرف جمعيه تاهيل الشباب والمؤسسه الالمانيه كونراد ادينافا، اللي كان الهدف من هذه الاكاديميه هو تعزيز وتقويه قدرات الشباب في اليات وتقنيات تتبع وتقييم السياسات العموميه، كذلك في اليات وكذلك الخصائص ديال الجامعات الطلابيه والاختصاصات الجامعات الطلابيه، وكذلك اليات وتقنيات كتابه الواقع السياسات العموميه. يعني بعد المرحله الاولى اللي كانت المرحله اللي هي النظريه، يعني 30 شاب وشابه خرجوا للقيام ببحوث ميدانيه وصياغه واقع السياسات اللي ممكن انها كتعبر على المشاكل او الاشكالات اللي كيعانوا منها الشباب في المناطق ديالهم. وبعد هذه المرحله الثانيه ديال الصياغه ديال الكتابه جينا اليوم في اللقاء الوطني من اجل تصحيح ديال الواقع السياسات العموميه في الصياغه النهائيه ديالها وتقديمها من بعد لصانع القرار باش ممكن يساهموا في تجويد السياسات العموميه على المستوى الطلابي، وكذلك يساهموا في صناعه القرار العمومي، وخصوصا هذه السنه هذه هي سنه ديال البناء المخططات التنميه المجاليه. يعني كانت فرصه حقيقيه لهاد الشباب باش ممكن انهم يقدموا هذه الواقع التوافعيه وهذه الواقع السياسات لصانع القرار باش يدمجوا هاد القضايا وقضايا الشباب بالخصوص في هاد البرامج التنمية المجالية او في مخططات التنمية المجالية. بالفعل هو كانت مشارك معنا 30 شاب وشابة، احنا في اللقاء الوطني تمكن انه وصلوا معنا 17 شاب وشابة اللي تمكنوا انهم يصيغوا واقع سياسات عمومية اللي فيها مجموعة ديال المعايير اللي كانت اللجنة العلمية داخل جمعية تأهيل الشباب قامت يعني بالاختيار ديال 17 شاب اللي تمكنوا انهم يصيغوا هاد الواقع بطريقة اللي هي جيدة. انا جد سعيده بالتواجد ديالي في هذا اللقاء الوطني اللي هو لقاء تسويجي لخريجي اكاديميه تاهيل السياسات العموميه الموجهه للشباب. تله من الشباب اللي تم التكوين ديالهم في مجال صياغه اوراق السياسات العموميه، كيفاش كنديروا تتبع وتقييم ديال السياسات العموميه الموجهه للشباب في مجموعه من المواضيع اللي كتهم الشباب بصفه خاصه، وكذلك كيفية الترافع حول مواضيع قضايا شبابية بامتياز. بالنسبة للأكاديمية ديال الشباب للسياسات العمومية، فهي بالنسبة لي كطالب ديال سيكل الدكتوراه هي وجهة من الوجهات اللي كتمكننا من دراسة ديال السياسات العمومية على مستوى المنطقة ديال السكن والمنطقة ديال العيش بصفة عامة. فهي واحد الفرصة اللي من خلالها قدرنا أنه نحددوا المعاناة ديال المدينة، واللي من خلال الورقة السياسية اللي كنجزوها من خلال هذه الأكاديمية اللي بطبيعة الحال في تكوينات سابقة اللي استمرت مجموعة ديال الدورات، اللي من خلالها تمكننا من أنها نرصدوا ونعرفوا طريقة باش أنه نصيغوا هذه الورقة السياسية اللي غنوجهوها بطبيعة الحال للفئة والناس المسؤولين على الورقات السياسية والتنفيذ ديال هذه المشاريع على مستوى المنطقة. فمن خلال إنجاز هذه الورقات السياسية اقترنا أنه نصيغوا إشكاليات الكبرى بالنسبة لمنطقة العيش، واللي من خلالها غادي نعطوا أفكار ديالنا كشباب وكمشاركين في هذه الدورات التكوينية في السياسة العمومية من أجل تحسين الجودة والمعيشة الخاصة على مستوى المنطقة ديال السكن ديالنا. هادو أسئلة المفروض نشتغلوا عليهم جميعا في جميع الحالات. انتم كمرشحين للشغال على اوراق ديال السياسات ولا كمناضلين في المجتمع المدني.